ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قرر المغرب اليوم الجمعة وبشكل مفاجئ السماح للعالقين في مدينة مليلية المحتلة والبالغ عددهم 500 بالعودة إلى وطنهم اليوم، وخرج في حدود الساعة 3:30 من مساء يوم الجمعة 100 شخص بينهم نساء وأطفال ليتم نقلهم في حافلات معقمة إلى مدينة سعيدية، حيث سيبقون هناك لمدة تقارب 10 أيام في الحجر الصحي. وأبلغت الحكومة المغربية نظيرتها الإسبانية بقرارها إعادة المواطنين المغاربة العالقين بالثغر المحتل بعد إغلاق الحدود إثر تفشي فيروس كورونا. ونقلت وكالة إيفي الإسبانية أن الحكومة المغربية وضعت لائحة للمواطنين المعنيين بالترحيل من مدينة مليلية ويبلغ عددهم 500 شخص. وذكرت ذات المصادر أن العملية ستشمل في مرحلة أولى 100 شخص، فيما سيتم نقل 300 آخرين في وقت لاحق. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.